فضيلة الشيخ وفقكم الله، امرأة تسأل وتقول: ما حكم ذهابي إلى المتنزهات المخصصة للنساء مع وجود مخالفات فيها كلبس البنطال وبعض التكشف الممنوع، مع أنها قد تنصح بعضهن لكن تذهب لأجل بناتها بعدا عن الحدائق المختلطة، هل يجوز ذلك؟ المرأة خير لها بيتها، خير لها من المسجد، لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن، فبيتها خير لها من الذهاب إلى المسجد، فكيف تذهب إلى الاستراحات وإلى الحفلات؟ لا تذهب، تبقى في بيتها، احفظ لها وأبعد لها عن الشر والمنكرات. نعم.